الله الرحمن الرحيم. انا واحد النداء للدوله باش يحاربوا هذا الخبث هذا اللي كاين اللي تيدخل في الحقيقه تيتسرب لنا وتيوسخ لنا وجهنا. كنا حنا مغاربه وكنا حنا مسلمين، انه هذا الشيء بالحقيقه قلقنا مزيان. وهاد الدري تنعرفوه من الصغر ديالو، تنعرفوه بالله راه والديه الله عمره دار ولا سميتو، ولكن تسلطوا عليه شي شي شي, شي ناس تيقولوا شي واحد فايت من هذا الفكر الداعشي وهاد الخبث. ها بالله راه تسلط عليه وغسل ليه الدماغ. هو الدري راه كان زوين ونقي وسميتو، هاد الشيء اللي نقول انايا. وتنقول نداء الناس المكلفين بالدين يبينوا للناس بالله هذاك الشيء راه ماشي هو الاسلام وهو الجهاد. الجهاد في سبيل الله هو تيعلن عليه سيدنا الله ينصره الا كان شي حاجه ندفعوا على بلادنا، ماشي تمشي تعدى على واحد السائحه اللي جايه بتعاون في سميتو. والرسول صلى الله عليه وسلم تيقول من قتل معاهدا لا يشمه ريحه الجنه، راه جايه داخله بوزاره الخارجيه بسميتو بسميتو بالله. راه هذا الشيء ما انزل الله به من سلطه، ما سميتو. موقر جيران محترم يعني، اول البارح عندي انا مناسبه عرض عليه هو وباه وخوته كاملين، يعني ماشي ما كاين عندنا ما سامعين عليه والو، ما عارفين عليه والو. الصلاه كنمشيو كاملين للمسجد، كنصليو كلنا في المسجد، يعني اما في هذا المسجد هذا اما في هذا المسجد هذا، يعني شي حاجه اخرى اللي نعرفوها عليه ما عرفنا عليه والو. يعني المهنه ديالو يعني راه كيحلو قال لك ود كيدير تصبغت ولا فهمتي، ولكن يعني شي حاجه اخرى ما قدرنا نقولوا والو باش نتقلدوا بشي حاجه ولا نتقولوا بشي حاجه. حتى شفنا الصور البارح، شفنا الصور البارح استغربنا بانه بهذا الشيء كاع واقع، هذا الشيء يمكن يديروا هذا السيد راه محال، ما ظنيناش ما فهمناش بانه واش يكون هذا الشيء نيته متوقع ولا محال. هذوك ما عرفناهمش، انا الوحيد يعني بصفه نهائيه ما عارف عليهم انا والو، ما عارفهمش كاع اصلا. يعني هذا السيد هو راه جارنا وخونا وحبيبنا، يعني لا هو ولا خوته ولا والديه، يعني الله يعمر دار صراحه الله وبقى فينا، ماشي ما نكذبوش على الله، بقى فينا لان انا اللي كان داير نيت هذا الشيء راه صراحه الله راه حنا حرنا في خاطر ديالنا. إلا كان هو داير نيت هذه المشاكل، كان ما داير شيء اللي راه يعني راه الامور ديالو عند الله تعالى، وراه غادي يصفوا هذا الشيء اللي عطى الله واحد. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.